في لغة واحدة كده بتكون مفهومة عند كل الشعوب، وهي لغة الموسيقى. الموسيقى هي اللي بتجمع الشعوب العالم وبتوحدهم في الاستماع ليها بأنواعها المختلفة وثقافتها كمان المختلفة. وعشان كده اختاروا يوم 21 يونيو كل سنة علشان يكون اليوم العالمي للموسيقى. في اليوم ده بيكون في مظاهر احتفالية وعزف لمقطوعات موسيقية في الشوارع وفي الميادين كمان، وبنلاقي مهرجانات كبيرة. خلينا نتابع. يحتفل العالم في 21 من يونيو من كل عام بيوم الموسيقى العالمي، باعتبارها جوهر الحياة وغذاء الروح، وترتبط بشكل قوي بمختلف الحضارات، ولها قدرة على تقريب الشعوب والثقافات. وجاءت فكرة اليوم العالمي للموسيقى من قبل وزارة الثقافة الفرنسية عام 1982 بمبادرة تحت عنوان اعزفوا الموسيقى في يوم الموسيقى. وفي يوم 21 من يونيو من كل عام وبشكل متكرر تتم إقامة مجموعة من المظاهر للاحتفال بهذا اليوم وعزف مقطوعات حية مجانية في الشوارع والأسواق. وقد تم اختيار تاريخ 21 من يونيو للاحتفال بالموسيقى لأنه يتزامن في معظم الأحيان مع الانقلاب الصيفي، وبالتالي هو أحد أطول أيام السنة. وتقوم أكثر من 123 دولة حول العالم بالاحتفال بالموسيقى، أبرزها فرنسا وإيطاليا واليونان وكولومبيا، ويتم تنظيم حفلات موسيقية مختلفة على نطاق عالمي. كذلك تتم إقامة مؤتمرات ومهرجانات ومسابقات موسيقية لتبادل الخبرات في مجال الموسيقى.